بيكم مطبخ أسامة. النهاردة نعتبر مطبخنا مطبخ بيت، وعايزين نجهز بعض الوصفات، وده هو البيزنس أو الطريقة الجديدة اللي كانت يعني ابتدينا في مصر. في الأول كانت بقى فيه ناس بتقور الكوسة، تقور البطاطس، تجهز شوية خضار، يربطوه في كيسة علقوه في الباب، وبعدين بقينا نروح السوق نلاقيه. طبعا حاجات موجودة بره، احنا بنتكلم على مصر و كل بلد بيبقى ليها تقاليد وعادات مختلفة. حكاية التوضيب أو تحضير الأكل في البيت الطلب مننا كتير، إزاي ممكن نبتدي نعمل حاجة زي كده. هي ليها يعني أي حد بيبص على حاجة بسيطة جدا، اللي هي العلب الألمونيوم اللي بنجيبها من المحلات وبيبقى فيها أكل وبنشتريها جاهزة، يبقى بيفكر إنه ممكن أطبخ، ممكن أحط الحاجة في علب وبالتالي يبقى ممكن ابيعها، او بدل ما هديها لجيراني ممكن اوزعها في حته تانية. وديت بتبقى مش هقول منافسه للمطاعم، لان في ناس بتحب اكل البيت، ممكن تاكله حد يطبخ لحد. وطالما لو قلنا انه ممكن حد في العماره قاعد في البيت مش شغال، وبقيه العماره الناس بتشتغل، يبقى انا بعمل لهم اكل كله بيستفاد، هم ما عندهمش وقت يطبخوا، انا عندي وقت بطبخ، بطبخ ليا وليهم في نفس الوقت، والموضوع بيتطور وهكذا. لكن هنتكلم على سلامة الطعام، وده يكون خلال حلقتنا، لأنه ده أهم حاجة. إزاي أنا أعمل حاجة وما أضرش بيها حد؟ يعني إزاي يبقى عندي ترمومتر أو درجة حرارة، وإيه درجة الحرارة هنستعملها أو هنتكلم عنها. والحاجة الأهم إن ديت هتكون حلقة بداية لحلقات هنتكلم فيها على مدار الأيام أو الشهور اللي جاية بإذن الله. الحاجات اللي هنتكلم عنها ازاي احفظ الاكل واعمله، في متخصصين او في ناس ابتدوا وبقى عندهم خبره في الموضوع واستضفناهم، دول هيكونوا ضيوفنا النهارده. هنستفاد من خبرتهم وهنسالهم على اسئله عشان اللي عايز يبتدي جديد يبتدي ازاي، واحنا هنحاول معاكم نعمل حاجه من كل حاجه، حاجه من المعجنات، البانيه، الكفته، ايه اللي ممكن يتجمد، الحلويات، وايه اللي مش ممكن يتجمد، ونتعرف عليهم. نتعرف على حضرتك. آثار عاطف. اهلا مدام آثار. اهلا بحضرتك. نهى عاطف. آثار عاطف. ونهى عاطف. بس مش اخوات ولا اخوات؟ صحاب بس زي الاخوات. صحاب بس زي بس اخوات برضه. زي الاخوات بس تشابه اسماء. تشابه اسماء. طيب اتعرف على حضرتك من آثار. انا مدام آثار عاطف. سني 32 سنة. معايا بكالوريوس تجارة. بس بحب المطبخ، بحب الاكل، الاكل البيتي كمان اكتر يعني. بحب طبعا اطبخ يعني المطابخ الثانيه زي الايطالي والاطباق برضو اللي هي التونسيه والمغربيه، بس انا بحب الاكل المصري بتاعنا اكتر يعني. اتخصصت فيه طبعا في مشروعي اكتر. اتعلمتي فيه؟ طبعا والدتي ربنا يخليها لي طبعا، و ومنك طبعا يا شيف، ودي مش مجامله يعني. من اول ما ابتديناش قبل كده، احنا لسه متقابلين دلوقتي. لا بس كنت متابعه حضرتك طبعا. انا بفكر هم يفكروا بقول لك ايه. لا طبعا متابعه حضرتك من بدري، وطبعا البرامج الطبخ كلها، بس طبعا حضرتك على هوايه وبعدين ابتديت تبقى. كانت هوايه وابتديت بقى ايه يعني على قد برضه لسه. طيب احنا زورناكي في البيت. تحبي ناخد ضيوفنا ويجوا معانا ونتفرج انت بتعملي ايه، وبعدين نرجع ونكمل ونبتدي مع جمهورنا كمان نقول لهم على بدائيات وبدايه ازاي ممكن نطبخ من المطبخ، او ازاي نعمل مطبخنا اللي في البيت ممكن يبقى كيترين، او ممكن ازاي نستعمله. تعالوا نشوف مدام آثار في بيتها بتعمل ايه ونرجع ونواصل معاكم ان شاء الله. اسمي مدام آثار عاطف، متجوزة وعندي 3 ولاد، عندي مشروع أكل بيتي كاترينج، متخصصة في الحلويات. ابتديت مشروعي تقريبا من 2 سنين. طبعا عملت صفحة على الفيسبوك سميتها مطبخ آثار، عرضت فيها كل شغلي، نزلت صور أكلاتي. ابتديت ان انا اتعرف طبعا عن طريق الناس اللي بتجرب، طبعا بيعجبها الحاجة فطبعا بتقول لحد تاني وكده. الحمد لله ابتديت الموضوع نجح، فحاجة جميلة يعني ان انا
أمارس موهبتي أو أشتغل في حاجة أنا بحبها. النهاردة هقدم لكم تورتة التيراميسو. هنقول مقادير تورتة التيراميسو. معايا بسكوت مخصص للتيراميسو، بيبقى بسكوت سادة، أنا بفضله يبقى طويل. سكر، كريم كراميل باودر، معايا كريم شانتي، معايا لبن، نسكافيه وقشطة وجبنة كريم. هحط كريم شانتي، هحط كمية ممكن من كوباية لكوبايتين، وهحط سكر لأن ده خام، كريم كراميل باودر، وهحط قشطة، وهحط الجبنة الكريمي، وهحط كمية لبن وهضرب. معايا هنا أنا أزود مقدار اللبن على حسب ما هي محتاجة. هجيب هنا النسكافيه بتاعي وبحط لبن، البسكوت بتاعي و أرصها في الصينية بتاعتي. دي صينية تشيز كيك، أنا هعملها شبه التورتة يعني، فأنا هنا أرصها كده. هنا خلاص مفروض آخر طبقة معايا هي تبقى الكريمة. طبعا كده خلاص الوصفه خلصت، هحطها في الثلاجه واطلعها بعد 3 ساعات وتبقى جاهزه، تنفع في اي مناسبه، ووصفه سهله وجميله، وان شاء الله تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. يبقى معانا مدام اثار. شفنا اما رحنا البيت عندها عملت تيراميسو وبتعمل حلويات، وهتعرف على حضرتك وهنتكلم باستفاضه اكتر، بس هبتدي اطبخ شويه. اتفضلي. انا اسمي نوع عاطف، عندي 32 سنه، خريجه محاسبه ماليه، يعني انتوا الاثنين تجاره. وبرده ابتديت موضوع الاكل البيتي من حوالي سنه تقريبا، وبس واحده واحده لحد ما ابتديت اتعرف. هو كان يعني شغلي كله يعتبر على الفيسبوك، اما حد بياخد بيبتدي يجرب، وبعد كده حد بيقول لحد، او تكون واحده رايحه عند واحده وجربت الاكل او كده، بلاقيهم بقى بيبتسلوا بيسالوا ان الاكل عجبهم او كده، او اللي بتجرب لسه بتبتدي تدخل، لان انا الصفحه بتاعتي كل الشغل بتاع فروزن مش اكل مستوي، ففي كتير بيبقى مستغربين الحكايه في الاول، بعد كده بيلاقوا اسهل يعني مجمد، كله مجمد. بنيهات علقليه، صلصه مكرونه، ده مهم جدا جدا جدا، وهنتكلم فيه لان دوت حاجه مهمه، موضوع التسويه دوت. وهبتدي برضو اعمل معجنات واعملها مجمده. هشوف اللي حضرتك عملتيه. طبعا وصفاتنا احنا على اساس بنعمل البرنامج في التلفزيون هتبقى يعني وصفات، ممكن نعمل كميات بعد كده، لكن هعمل بيتزا. حاجة من الحاجات اللي هي بتجينا أسئلة، إزاي أعمل بيتزا وأخليها وما يبقاش فيها مشاكل لو أما يجي لي أوردر وأطلعها. فبحط هنا مكونات الجافة، عبارة عن خميرة وسكر، شوية ملح صغيرين، دول بحطهم، وبحط معهم زيت زيتون ومية دافية. ده هتبقى العجينة هنا، شوية زيت ومعها المية الدافية، أسيب كل دول يتعجنوا مع بعض، ومش هضيع وقتكم كتير. طبعا انتوا بتتفرجوا على البرنامج وشايفين ان انا مخبي حاجات تحت، بس هي نفس المقادير نفس الطريقة. الفكرة في العجينة على اساس برضو اختصارا للوقت، يعني العجينة بتبقى مرحلة. هو كان دي قد ايه هنا شايفه؟ لا كل المقادير هتشوفيها. يعني المقادير والحاجات دي هتبقى مكتوبة وهديها لك. تمام. يعني هديكي تفاصيل الوصفة، بس هي اللي هي الحبكة ازاي نعمل الحاجات دي وما يبقاش عندنا مشاكل فيها. فبيبقى على سبيل المثال لما باجي اعمل البيتزا اهم حاجة اسيبها تتخمر 35 دقيقة على الأقل، وبعدين ديت بفخدها وافردها. يعني مش بحتاج نشابة للبيتزا قد ما بحتاج ان انا
يعني عجينه بتبقى طريه. اللبن الباودر كمان والزبادي ممكن بس البيتزا ما تاخدش حليب يعني عشان نفرق البيتزا احط شويه من زيت الزيتون. لما اجي اعمل فطاير ممكن احط فيها حليب. طب البيتزا الايطالي يعني ما هي البيتزا في مسميات كتير طبعا. هي البيتزا ايطالي كل العجينه واحده، لكن ايه المسميات بقى بتتغير؟ نابوليتانا اذا كنت هحط عليها ايه، اذا كانت هتبقى مثلا مارجريتا هتحط عليها ايه. يبقى هي المسميات في الحاجه اللي بتتحط على البيتزا من فوق مش في ال. انا كنت شفت مؤخرا يا شيف ناس بتسويها فوق يعني حاجه غير طبيعيه اللي هي بيتزا الطاسه. هي يعني هو بص ساعتها مش هتبقى بيتزا، هو ممكن اشويها بس هي البيتزا بتحتاج فرن حرارته عاليه حوالي 450 او 500 حجر. لو انتوا بتعملوا بيتزا كتير وجابكم طلبات بيتزا كتير تجيبوا الحجر الاحمر ده لفوه فرق المونيا حطوه من تحت خالص ولعوا الفرن على الاخر هو يسخن تمام. تحط البيتزا يعني انا بجيب البيتزا بعد ما بعملها بالطريقه ديت وافردها مش بحتاج ان انا هخرمها ديت لسبب انا مش عايزها ترتفع كتير. بحطها في الفرن لمده 10 دقائق بحطها في الفرن ديك اهو استوت شايف يا دوبك اتحمرت من تحت. بخليها بعد كده الفها في بلاستيك واخليها في الفريزر عندي. ويا ريت تبقى عندكم ديب فريزر يعني يفضل انكم تجيبوا ديب فريزر دي تقعد معاكي 6 شهور لو عايزه. تمام بيجي لك اوردر بتطلعيها بتحطي عليها الحاجه اللي انت عايزاها اللي هي بتسمى بقى باسم الحشوه نفسها. لو كنا هنحط شويه من صلصه الطماطم اللي هي الاسامي يعني المارجريتا هي عباره عن شويه من صلصه الطماطم ومعاهم الجبنه. بس انا مش هعمل دوت الا لما يجيلي الاوردر يعني انا بجيب الحاجه دي وبحطها في قلب الفريزر. دي اخر مرحله قبل تقديم قبل تقديمها. لو عايزه تحطي خضار او عايزه تحطي حاجه حطيه الاول وبعدين حطي الجبنه عشان تحميها. لكن كبيتزا بعملها وبحطها في الفريزر بتفضل عندي لفتره طويله. هبقى اطلع واحده دلوقتي واوريها لكم. او الحاجه اللي هي زي ما قالت انك تبقى الحاجه مجمده يعني دي سمبوسه بس دي مقليه اتقلت. الفرق بقى هنا انك انت ممكن في حاجات تقليها لان الحشو جوه مستوي. يبقى انا بحمر العجينه بس يعني بحمر العجينه بس. دي ممكن اجمدها واديها لهم مجمده هم ياكلوها بارده او يحطوها حتى في التوستر او في الفرن. ففي حاجات مجمده زي البيتزا حضرتك بتديها لهم عجينه او فطاير اللي هي حاجه من الحاجات برضو اللي هنعملها او هقول مقاديرها. بجيب الفطاير ودي انا حاطط فيها كركم يعني العجينه حاطط فيها كركم. اما بجمدها وهي لسه ما استوتش هتبقى صعبه شويه انها ممكن تلزق في بعض. فممكن اسويها نص تسويه. تمام. واعبيها كده وبرده اجمدها. فعلى كل الاحوال انا هخلي الحاجات دي هنا على اساس ما يبقاش معلومات كتيره في وقت قليل وعشان خصوصا اللي هم اللي بيتابعونا هسالكم مع بعض الاسئله وارجع اقول ايه المعلومات اللي هم المفروض يعرفوها واعرف منكم ايه من تجاربكم المفروض نقول لهم ايه بعد الفاصل. هنواصل معكم ان شاء الله. من مطبخ اسامه النهارده بنقول ازاي نعمل اكل من البيت. وجايز مش هنطبخ كتير النهارده لكن الموضوع مهم وسلامه الطعام وسلامه الغذاء هو ده اهم حاجه فيه. فكنا بنتكلم قبل ما نروح الفاصل على موضوع ايه اللي مجمد وايه اللي مش مجمد. فاحنا عملنا في الفقره الاولى او ما لحقتش اعمل عملت البيتزا قلت البيتزا بجيبها ولو انا عايز اخليها عندي اعمل كميه بعملها ودي بتبقى مجمده يعني انا بخليها عندي ممكن تقعد عندي 3 4 شهور طالما لففها جامد ومسويها نص تسويه. بعد ما بعملها بخرمها ادخلها الفرن 10 دقائق او اقل من كده حسب سمكها وبخليها في الوقت اللي بيبقى عندي الاوردر مطلوب باخدها واحط عليها
الخامات التانية اللي هي إذا كانت هتبقى بطماطم بمشروم بفلفل بأي حاجة بحطها عليها. ده هو عجينة ما فيهاش أي حاجة، ما فيهاش لحوم. لكن أما أجي أقول هعمل فطاير، عملنا عجينة فطاير وكان فيها كركم وفيها بيض فيها زبدة وملح ومية. فأما عملت ديت العجينة اللي هي بالمكونات دي، لون العجينة بقى أصفر على أساس فيها كركم من جوه. دي بعمل نفس الشيء كنت وريتها لكم وكانت مجمدة، بدهنها بيض وأسويها، لكن الحشو اللي فيها جواها بصرف النظر هيكون لحمة مفرومة أو هيكون فراخ أو هتكون كبد هتكون كلاوي، لازم يكون مستوي. يبقى مهم جدا إن أنا أحط الحاجة مستوية، لأن لما باجي أنقل الأكل لازم أحافظ على درجة حرارته. بعد كده بدهنه وهو لسه مجمد، لو عايز أحافظ عليه مجمد ممكن أخليه في قلب حاجة مفرودة زي ما قلنا هنا في حالة السمبوسك، بحطها في قلب كيس عشان ما تلزقش في بعضها. دي لو نية وحطيتها كده وفكت قبل ما أسويها هتعجن وتلزق في بعضها، يبقى إذا ممكن أسويها نص تسوية كعجينة. يبقى عجينة ممكن أسويها نص تسوية، لكن ما أقدرش أسوي فراخ أو لحمة نص تسوية. يا ترى أنتم موافقين على الموضوع دوت ولا إيه رأيكم فيه؟ يعني انتوا بتعملوا الحاجات كده؟ انا اغلب الشغل بتاعي كله كده فروزن، بس مش بعمل الحاجات مستويه، بقى كله ني جاهز على التسويه. طيب لو انت هتحشي حاجه، يعني لو في حاجه محشيه حاجه كله بيبقى ني ولا هو اغلبها بتبقى نيه؟ مفيش، بس ممكن السمبوسه لو محشيه بتبقى لحمه معصجه، بس لازم يكون بردت تماما طبعا، بتبرديها وبعد كده ابتدي الفها. ده مهم جدا، هي درجه الحراره ينفعش حاجه تبقى سخنه وتحط براعي، لان هي البكتيريا بتشتغل في وقت يعني اما يكون الحاجه لسه دافيه او فيها سخونه شويه، فلازم يا اما هتبقى مجمده يا اما بتغلي. الكفته حاجه من الحاجات اللي هي سهل جدا لناس وصعبه على ناس. كفته الرز، فهي لحمه ودي رز ملح وفلفل شويه ثوم وبصل، دي برضو ممكن اعملها واحمرها واجمدها، يعني دي بتبقى سهله. انا بجمدها نيه ومحمره يعني كده او كده. طب حضرتك لما بتجمديها نيه ما بتلاقيش صعوبه انها بتلزق في بعضها؟ لا بحاول بس احط ممكن جنب بعض بتحطيهم في رفوف؟ لا ما بتلزقش. طب اما بيجي لك الطلب بتعمليها بصلصه ولا من غير صلصه؟ لا هي لا في بتطلب بصلصه، بس الاكتر حاجه بتطلب من غير صلصه، صلصتها سهله يعني صلصه حمرا. الصلصه طماطم وتوم تقريبا. وتوم شوية بصل وشوية من برضه لو عايزة تحطي شوية من الشبت في الصلصة نفسها برضه بتديها طعم مميز. طب الكبة أو الكبيبة بتعملوها؟ برضه بتجمدوها نية؟ بجمدها نية. لا نية نية. طب ليه بتجمدوها نية؟ هو انا عموما بحب الناس لما ياخدوا الحاجه هم اللي سووها في البيت زي كفته الرز، يعني في بيطلبوها مني مثلا متحمره، انا ما بحبش ابعتها محمره مثلا في الاوردرات، بحب لما يقلوها يشموا ريحتها غير ما توصل للناس حاجه مستويه. طب مدام اثار بيطلبوها منك نيه ولا محمره؟ لا برضو اكتر حاجه بتبقى نيه، الناس دايما بتحب الحاجه يعني. طب اما تبعتوها نيه بتحافظوا على درجه الحراره ازاي؟ انا عندي تروح مجمده لازم توصل حاجه مجمده عند شركه الشحن، لازم الايس بوكسات يعني بتحطوها عندكم في حاجه وتفضل مجمده. النقل بيبقى في ايس بوكسات وفي حافظات للبروده والعربيات بتبقى مكيفه. يبقى ده مهم جدا، اتمنى يكون كل دي اهم حاجه، لان الشغل لو راح غير كده هيبوظ الحاجه، لو اتفكت ورجعت اتجمدت تاني برضه خطر. ما تنفعش طب لو في مسافات وفي الحر وكده لازم يكون في تكييف. انتوا اللي بتبعتوا الحاجه مش هم اللي بيجوا؟ لا انا بقول لهم يعني في كده وفي كده، في ناس بتيجي وفي ناس بنبقى. طب الفراخ البانيه على سبيل المثال، يعني برضو حفظ الفراخ البانيه بين كل لا برضو بتبقى طبقات، بحط القطع البانيه وبين كل طبقه والتانيه بتبقى نايلون شفاف وبعد كده برضو بتتغلف وتبقى جاهزه على القليه. هو هنا ده برضو يعني احنا بنحاول على قد ما نقدر نراضي كل الاطراف. في سالوا على ازاي نجهز وازاي نعمله مستوي. فالمستوي هنا الكبه هما بتعملوها وبتخلوها نيه، ممكن تسووها والكبه ممكن تكون مستويه لان اللحمه متعصجه من جوه مستويه ومن بره يا دوبك بتتحمر، فبتبقى سهله ان هما ممكن يسخنوها في الفرن فالتسخين بتاعها مش هيضرها. بالنسبه للكفته مش هتتسخن لوحدها، هتتحط في قلب الصلصه والصلصه نفسها هي اللي هتسويها، يعني صلصه الطماطم بتبقى معموله هما ممكن انت بتعملها لهم وبتبعتها لهم او هما ممكن يعملوها، وزي ما قلت بيتضاف عليها شويه
من الشبت، فدي تبقى فكرة الايه الكفتة، وتتسخن فيها يبقى بنرجعها تاني على اساس تبقى الفراخ البنيه. هي بس الموضوع بتاعها في ناس عايزة تبعتها بس ما عندهمش امكانيات زي عندكم ان هم يجمدوها، فهتلزق في بعض. ففي الحالة ديت لو هيعملوها كده بيسووها، اتمنى ان هم ما يسخنوهاش بقى، الا اذا حبوا يعملوها زي البرمجان تحط عليها شوية صلصة طماطم وجبنة وتسخن في الفرن. يبقى ديت كأفكار للي عنده حاجة في البيت او حب يعمل بيزنس في البيت. انا هقول بعض المعلومات السريعة وهنرجع وهنكمل معاكم، وهعمل عرق روستو، حاجة من الحاجات اللي برضو اتطلبت مننا ازاي نعمل عرق روستو، وممكن تبعتها لهم وهم يعملوا الصلصة او تبعت لهم صلصة على جنب. فهنروح نشوف ان هوت مع بعض بعض المعلومات لو انا عايز ابتدي مشروع زي كده في البيت ايه اللي مطلوب مني، ونرجع ونكمل ونعمل عرق روستو. زي ما قلت وشفتوا بعض المعلومات ان انا عشان ابتدي هو بالنسبه لي بيزنس صغير كبير، المهم هو بيزنس. فبالتالي بحدد له راس مال صغير، بحدد له مكان في البيت جزء من المطبخ، اجيب له ثلاجه وده مهم جدا، ثلاجه او حتى ديب فريزر، ده حاجه من الحاجات اللي هي لازم اتاكد ان انا عندي منها. اذا كان يبقى عندي حاجه زي بقول ايس بوكس ولا حاجه تبرد كولر، او الثلج اللي انا بحطه الحتت اللي هي بتبقى زرقاء ديت بتتعبى وبتتحط في قلب الفريزر، اما بحطها ما بين الاكل بتحافظ عليه لمده طويله، وخصوصا لو انا هحط اكل مجمد. يبقى الاكل البارد بيفضل بارد والاكل السخن بيفضل سخن، والسخن بتاكد ان انا لما ببعته هيتاكل في ساعتها، يبقى مش حكايه ان انا بسيبه سخن لمده ساعه ولا اتنين ولا ثلاثه عشان البكتيريا وعشان سلامه الطعام. يبقى انا عشان اعمل مشروع زي كده لازم اشوف الحاجات كمان اللي انا بعرف اطبخها، ما اروحش في مشروع اطبخ حاجات او اقول لهم قولوا لي انتوا عايزين ايه، لا بحدد منيو، بحط قائمه طعام وعلى اساسها انا بطبخ. عندي البيتزا هنا زي ما قلت طبعا ما حطيتش فيها حاجه خالص، هي شويه صغيره هنا من الطماطم وشويه من ريحان هنا اهوت في الاخر، بس نحطه قبل ما اقدمها هنا، وممكن ملح وفلفل، يعني مش هيبقى فيها حاجات كتير. زي ما قلت لحضرتك ديت اللي هي المارجريتا، وممكن نحط تونه، نحط جمبري، نحط اي حاجه. بس كان موضوعنا النهارده ازاي انا بخلي البيتزا اللي هي بتبقى بخزنها عندي تقعد عندي، يعني اعملها في يوم، انا بقول انا هعمل بيتزا واخليها، هعمل فطاير واخليها تحفه، والفطاير هنا تقريبا شبه استوت برضو هطلعها، واجيب طبق واقدمها. بس هعمل لحمه روستو سريعه، بخلي دي هنا قدامنا وهقدمها لكم. بس هعمل لحمه روستو. اللحمه الروستو من الحاجات اللي هي بتطلب مش بارده، اللي هي بيبقى روستو بصل، كرفس، ثوم وجزر. ممكن احط حبهان، ورق لورو، ديت للمنكهات عشان عايز انا اطلع صلصه، يعني عايز اطلع مندي صلصه اقدمها معاها. بحط الحاجات دي هنا والمنكهات معاها، مش هحط ملح وفلفل دلوقتي. وبعدين بحط اللحمة. اخد اللحمة دي مش هربطها، احطها هنا ومية اللي هي تعمل لي السلطة.
هغطي دي بورق الومنيوم واتاكد ان ورق الالومنيوم ما بيلمس اللحمه. لو هيلمس اللحمه هحط ورق زبده. لكن انا عندي دي وهحطها في الفرن اسويها. دي ممكن اعمل معاها صلصه. هعمل معاها صلصه بني من نفس العصاره اللي نزلت من اللحمه. دي سبتها بردت. دي كده اللحمه ودي اللي هعمل منها الصلصه. فهعمل الصلصه هنا بشويه من الزبده والزيت. نجيب شويه زيت هنا اهو. وهحمر البصل، عايزه يبقى محمر. فهحط البصل هنا عشان هو اللي هيديها اللون. احط معاه زبده. والصلصه هي ديت يعني هتبقى اللون بتاع البصل اللي هو بقى كراميل ده. زي ما حضرتك شايفه بقى لونه عامل ازاي. لازم نحط عليه شويه دقيق عشان هي دي اللي هتمسك لي الصلصه. بس احمر الدقيق يبقى لونه خلاص بقى بني هو كمان وطعم الدقيق راح. العصاره اللي هي نزلت دي هي دي اللي بصفيها وهي دي اللي هتبقى الصلصه. دي بحطها كده اهو. وهنا بقى ابتدي اتبل ديت بملح وفلفل. بس هسيب دي تستوي شويه. اجيب مضرب هنا اتاكد ان كله تداخل مع بعضه. شوفي بقت كثيفة وغليظة ازاي. هضيف شوية من المرقة وهضيف مشروم. المشروم مش هعمل له سوتيه، مش محتاج ان انا اسويه قبلها. فدلوقتي لو جالي انا طلب زي كده ممكن اعمل لهم الصلصة واخليها على جنب. يبقى اخلي دوت على جنب وببعت اللحمة وهسيب ديت تستوي عبال ما تبتدي تتماسك شوية مع بعضها. هقطع اللحمة وهما ممكن يسخنوها في الصلصة. يبقى ممكن ابعت الاير يستوي. تمام. لان مش هقدر ابعته مجمد، ابعته ني وهو يعملوا روست. فلو عايز حاجة مستوية ممكن اسويها بالطريقة دي. وبعد كده هنحطه هنا يسخن ونقدمه. لكن انا هقدم لكم الفطاير هنا متهيألي تقدروا تدوقوها وتقولوا لي رأيكم. دي فيها كبدة بتاعت فراخ. وهنواصل معاكم لما نرجع ونشوف ان هو في حلقتنا ازاي بنعمل اكل البيت واستفاد من خبراتكم. خبرات مدام نهى ومدام اثار عندهم بيزنس وما شاء الله هنستفاد منهم. انا عندي اسئله لما نرجع ان شاء الله. نشوفكم على خير. النهارده من مطبخ اسامه بنتكلم على ازاي نعمل اكل من البيت ونبيعه. ومعانا مدام اثار ومدام نهى. ايه رايكم في الاكل؟ انا ما ببيعوش النهارده، ما ببيعش النهارده ببلاش. جميل جميل جميل، تسلم ايدك. هو الفكره فيها ان هو فعلا ده لو الناس طلبت هو ده اللي هياخدوه. يعني انتوا بتعملوا البيتزا مجمده وتحطوا عليها يا دوبك صلصه طماطم جبنه، الموضوع بيبقى بسيط. الفطاير نفس الشيء، هي فطاير جاهزه على التسويه برضه. عجبتكم الفطاير؟ ايه اللي عجبكم؟ الاثنين احلى من بعض. كله احلى من بعض. كله العجينه بجد حلوه قوي والفطاير تحفه. طيب اللحمه الروستو اللي عملتها، انا حطيت الصلصه هنا الدقيق وزودت المرقه. ف
هخلي ديت اخر حاجه ان انا بس احط اللحمه زي ما بقول من حد طالب هبعت اللحمه وهو يضيف الصلصه وبعدين يحط اللحمه على اساس تستوي او تسخن فيها زي ما عملنا كور اللحمه اللي هي الكفته. يبقى ديت هحطها هنا. ما ينفعش نحطها كامله يا شيف؟ كامله مش هتتغطى مش هتاخد مش هتمتص بقى لانها استوت خلاص. يعني دي استوت خلاص تمام. فانا ببعتها لهم كامله. لكن في كمان حاجه تانية، الكسكسي في ناس كتيره بتبقى عندها مشكله ازاي تعمله. فانا عندي هنا طريقه سريعه، وخصوصا لو هتبعتيه لحد، يعني انت بتتكلم على حاجات مجمده لكن في ناس عايزه تعمل كسكسي. بجيب اللي هو الكسكسي المجهز وده بحط عليه زيت زيتون كميه كافيه ان انا اقدر اتاكد ان هو هنا اهو. بخلط فيه زيت الزيتون وبعدين بحط عليه شوربه سخنه. يعني شايفين الكميه قد ايه هنا اهو. وبعدين بجيب الشوربه السخنه زي ما بعمل الرز واحطها عليه هنا اهو كميه كافيه. يتغطى بيها؟ يا دوبك يتغطى كافي ان هو يتشربها. واحافظ على البخار دوت، فبحط هنا اهو ورقه الومنيوم وغطى الحله. بكمره بعدها بيبقى شكله بالطريقه ديت، بيبقى مفلفل يعني شكله بيبقى الضعف. وبعمله مره كمان، يعني مش محتاج حتى ارجعه على النار. فانت ممكن تعمله دوت. طب المده كانت قد ايه عشان اسيبه؟ 10 دقائق. اول مره 10 دقائق. ودلوقتي هسيبه حوالي 5 لـ6 دقائق. برضه اتاكد ان هنا كله، والزيت كان هو السبب انه بقى مفلفل دلوقتي. هسيبه يكمل. وده ممكن بقى اعمل معاه فراخ او لحمه. انا اخترت فراخ. فزي ما بتقولوا انتوا بتعملوا اكل مغربي بتاعنا، في حاجات بتبقى بسيطه في عمايلها. يعني الصلصه تعمل لوحدها، ده مش هتقدري. يعني انت ما بيجيلك مثلا طلب لشخصين ثلاثة مش هتتحمر لهم، ممكن تبعتي مجمد. لكن لو حفلة هتسويها ولا لا؟ بتسويه صح؟ يبقى الوضع اختلف هنا اهو في موضوع الحفلات، ايه اللي بيتسوى وايه لا. فاحط هنا شوية زيت احمر فيهم الفراخ الاول، و هحط معاها بصل وبهارات، بس هسيب ديت تتحمر على اساس هو دوت اللي هيديني الطعم وهيديني المرقه. عندي جزر، كوسه، بطاطس، ذره، كل ده هيبقى متقطع حتت كبيره. لكن زي ما رحنا زرنا مدام اثار شفنا عملت الترميسو، ممكن نجيلك البيت ونتفرج عندك على تنور. طيب تعالوا نروح لمدام نهى ونشوف هتعمل ايه عبالة ما الفراخ عندنا هنا تتحمر ونعمل كسكسي، وبعد ما نرجع نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. متجوزة ومعايا 3 ولاد. الأول كنت عايشة برا مصر، وبعد ما جيت هنا كان في مشكلة عندي في اختيار الأكل من السوبر ماركت، ما كنتش عارفة المكونات بتاعته بصراحة، وكان دايما الولاد بيحبوا يطلبوا الناجتس والبرجر والحاجات ديت، ما كنتش بعرف اختارها لو خالص هنا لأني مش واثقة فيها. فأنا كان عندي جروب لتعليم الطبخ والأكل لتعليم البنات، فابتديت اعمل لهم اكلات معينه زي الاكلات ديت، فاقترحوا عليا موضوع ان انا اعمل اكل بيتي. فابتديت واحده واحده عملت مشروع الاكل البيتي، وابتديت فعلا اعمل اول حاجه كانت بتبتدي اكتر حاجه بتطلب مني البرجر والناجتس والمحاشي والممبار والحاجات اللي هي ممكن تكون شويه صعبه على مثلا ممكن ستات البيوت او على اي سيده حتى لو غير عامله او كده. فبعد كده هي كانت المشكله في موضوع الانتشار،
اول حوالي شهرين او 3 شهور. بعد كده ابتدى من على الفيس ابتدت الناس تعرفني، وبعد كده الناس ابتدت تعرف بعضيها على المنيو بتاعي، وابتدى يطلب مني اكل سخن، وابتديت اعمل عزايم واعياد ميلاد واي مناسبات بسيطه للولاد او اذا كانت للكبار او كده، وابتديت ازود حاجات في المنيو. واكتر الحاجات اللي كانت بتطلب بصراحه كان بيبقى الحمام والمحاشي والحمام الكذاب. اكتر حاجه ابتدت تطلب مني في الفتره الاخيره الحمام الكذاب، لان في ناس كتير ما كانتش تعرفه، وده اللي احنا هنعمله النهارده في المطبخ. بعد ما استضافتنا مدام منى وشفنا الحاجات اللي مدام نهى اللي هي بتعملها في البيت، وهو موضوعنا النهارده ازاي نعمل اكل من البيت ونجيب منه دخل ويبقى موضوع مشروع بيزنس، ممكن يبقى حاجه متفرغين ليها في نفس الوقت عندنا الاولاد وعندنا البيت. معرفش بقى ده موضوع تاني نسالهم، هل هما بيطبخوا نفس الطبيخ وياكلوه ويقولوا لا النهارده انا جاي لي اوردر كبه كله كبه، ولا وانا جاي لي ولا هو مثلا انتوا عاملين لهم كشري وبياكلوا نفس الاكل اللي انتوا بتطبخيه علشان جاي لك اوردر؟ اوقات بس اوقات ثانيه لا، يعني مش هيفضلوا طول الاكل هو بتاع الاوردرات مثلا يعني زي ما بتعملي لهم اكل تاني. يعني عندك شغل انت. طيب انا هنا عملت قلت فراخ هنعمل كسكسي وهيبقى معاه فراخ، فحطيت هنا الفراخ حمرتها وبحط معاها شويه هنا من البصل، بهارات خلطه من القرفه والقرنفل حبهان زنجبيل جوز الطيب بسيط، بحطها هنا كتير، انا حاطط بهارات كتير على الاساس دول هحمرهم هنا اهو مع الفراخ، وبعدين هحط معاهم خضار. الخضار مقطعه قطع كبيره، يعني جايب هنا بتنجان، كوسه، ذره، جزر، بطاطس، ومعاهم طماطم، وهتبل ده بملح وفلفل. احط كل دول يستووا مع بعض، يعني احط كل دول قطع كبيره تستحمل التسويه. كل دول، واخلي الفراخ من تحت على اساس دي هتحتاج سوى اكتر منهم. طماطم نوعين، شويه معجون وشويه صلصه. ومش هحتاج احط مرقه لان اصلا ديت الفراخ فيها عظم، يعني هي تعمل لي مرقه، بس اتبل ديت بشويه ملح. هي اكله مغربيه دي؟ هو كده، مش هقول لك مغربي بالظبط عشان لو حد من المغرب بيتفرجوا، لكن احنا بعملها يعني هتبقى هحط راس حنوت، هيبقى الكسكاسه اللي بحطها من فوق علشان افور الكسكسي صح، يعني احتراما لكل بلد، لكن انا بقول ازاي انا اعملها لكيترينج او ازاي اعملها واسهلها على حد عايز يعمل اكل ويوزعه من البيت. احط الميه هنا اهو، وهسيب كل ده يستوي مع بعضه، نغطيه هنا اهو. ممكن اسيبه حتى في الاول لغايه لما يبتدي يغلي وبعدين نبقى نغطيه. الكسكسي ده الكسكسي اللي انا عملته
يا دوبك بجيب هنا اهو. ده زي ما احنا شايفين نفس الكميه اللي عملتها تضاعفت بقت ضعفين. احطها هنا اهو، واخلي هنا مكان في النص عشان احط فيه الفراخ. وعندي واحدة جاهزة عشان ما نستناش. قطع فراخ، شوية من الخضار، ممكن اخد وقتي وارص الخضار عشان انتوا ما تستنوش كتير. دي اللحمة الروستو، لو فاكرينها عملت الروستو، جميل، عملت الصلصة هديها لكم تقزقزوا فيها. عبال هرص الخضار ونزوقه ونحط رصه حلوه جميله كده اهوت، على اساس اشوف اذا كنت تدفعوا فيها فلوس ولا لا. اكيد. هناخد فاصل ونرجع، ولما نرجع نتكلم على الحلو ونسالهم هم ايه الحلو اللي بيبيعوه اكتر او المميز او اللي بيطلب اكتر حاجه. ازاي نعمل دليفري من البيت، او ازاي نعمل بيزنس ونكسب فلوس واحنا بنعمل اكل من البيت، مش الاكل اللي احنا بنعمله لاهلينا واولادنا، لا احنا بنعمل اكل وبنبيعه. وقبل ما نروح الفصل كنت عملت هنا كسكسي، قلت ازاي اعمله سهل بسيط سريع. من الكسكسي المتحضر بحط عليه مرقه، بغطيه 10 دقائق، وبعدين احط عليه شويه مرقه تانيين وبفلفله، بس بكون حاطط عليه شويه زيت زيتون من الاول. خضار بيبقى مطبوخ على جنب. طبعا لو انا هعمل دليفري حاجه زي كده ببعت الخضار مع الصلصه لوحديهم والكسكسي لوحده، وبعد كده هم بيخلطوا الاثنين مع بعض. وعندنا هنا مدام نهى ومدام اثار، ايه رايكم في اللحمه؟ احنا عملنا لحمه روستو. انا انقضيت على اللحمه خلاص. الصوص حلو قوي، الصوص تحفه، المشروم مع الصوص احنا ما حطيناش حاجه فيها زي ما انتم شفتوا، الملح والفلفل بس، شويه بس طعمها رائع، كان حاجه بسيطه ما فيش حاجه فيها كتيره، وهي البساطه هي اهم حاجه في الطبخ. احنا ما نجودش قوي يعني، او ما تستعمليش نفس البهارات في كل حاجه عشان ما يبقاش كل اكلك نفس برضه، عشان نحس بطعم اللحمه برضو. وحاولوا تعملوا انتوا التتبيلات بتاعتكم، البهارات بتاعتكم، طالما انتوا متخصصين في الاكل اعملوا الخلطه بتاعتك، ما تجيبيش حاجه من العطار تقولي ده. انا بجيب كل تابل لوحده، ما بعملش انا بعمل خلطه لكل حاجه، تبقى عندك الشخصيه الخاصه. هنا نفس الشيء بالنسبه للحلو. بالنسبه للحلو ان هو تنعمل عجينه اللي هي السابليه دي، بتبقى دي وزبده، ممكن تحط بيض وممكن لا، سكر وميه ساقعه. فالعجينه بتبقى سهله ان انا اعملها واحطها في قلب قوالب، يعني هي العجينه ممكن تتعمل واسيبها في قلب، يعني مش محتاج نشابه ولا حاجه، ممكن بايدي كده اهو بفردها، ولو في اي زيادات بسحبها من هنا، يعني بسحب العجينه كده اهو، وعلشان ما ترتفعش وتعلى معايا بالشوكه ما بكتفيش بكده وبس، بجيب ورق زبده واحطه عليها، وبعدين بجيب حمص، اي حمص، بس ده ما بستعملوش تاني لان دوت بيبقى تقل، بحطها عشان لما تستوي انا عايز بقى اخليها عندي. احنا بنقول ان احنا بنورد وبنوزع، فبخليها عندي فترة طويلة، فبيبقى وانا بسويها يا اما بحط لها بياض بيض، فبيبقى عامل طبقة عازلة بدهنها بياض بيض، يا اما اما بتطلع بحط لها شوكولاتة غامقة او شوكولاتة بيضة. يبقى اما اجي احط كريمة البيستري بتاعتي او الكاستر او الحشو في الحالة ديت، اللي هيحصل انها مش هتطرى، يعني مش هتبقى طرية. انا عايز اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل. بالنسبه مثلا لنوع الدقيق، يعني انا بعمل معجنات مثلا بيتزا، نفس لما بعمل مثلا حاجه حلوه نفس نوع الدقيق اللي بستخدمه مع الكيك او حاجه مثلا، هو في حاجه لو انت اصلا بتفتحي، يعني انا ازاي اعرف اختار الدقيق؟ يعني انت بتستعملي الدقيق زي ما انا بستعمل في كل البرامج، دقيق متعدد الاغراض. تمام.
يعني الدقيق اللي هو بيبقى متعدد الاوراد عباره عن دقيق نصه كيك ونصه دقيق العيش الخبز. فدوت بيبقى ماشي معايا يعني سهل عليا ان انا استعمل كل حاجه، لان انا مش هفتح كمان محل حلواني. انا بعمل الاكل من البيت فمش هقدر اجيب كل حاجه متخصصه. يعني اصل في انواع دقيق معينه بلاقيها في السوبر ماركت بيبقى مكتوب عليها للعجائن والبيتزا، ابتديت اشوف كده في للحلويات. حاولي تخليكي مع متعدد الاغراض اللي هو اول بيربز فلاور، ده بيبقى اسهل. لما اجي احط هنا كيوي او احط شويه من الفاكهه عندي هنا، هنا هسهل عليا اللي انا بعمله. اي حاجه بعملها بحاول اشوف ايه السهل اللي ممكن اعمله يديني الطعم واللون والشكل اللي هو السريع في الاخر، تبقى حاجه بسيطه. هنعمل واحده مانجا بس، يعني هي كاسترد وكريمه، ممكن الشوكولاته البيضه معاها واحده، ممكن اعمل واحده تكون برتقان وكيوي. يعني مش هنعمل دلوقتي اكتر من اني بقول لكم حاولوا تحافظوا على طعم الاكل نفسه. لكن لو انا عايز اخلي دي تقعد عندي وقت طويل من غير ما تطرى، بحط الشوكولاته من تحت. طب الفاكهه اللي فوق، انا مش عايز الفاكهه اللي فوق نفس الشيء تبوظ او يعني تدبل، فممكن بجيب هنا عندي دي كميه مانجا كبيره، بجيب شربات او مربى، شربات العادي ممكن بحط عليه شويه جيلاتينه على الشربات او اجيب مربى واحط عليها شويه ميه، تبقى ديت بعملها على اساس هي ديت تبقى العازل، يبقى العازل بيعازل. أنا احسن الجيلاتين ده شايفه ما بعرفش الاقيه بسهوله، يعني وخصوصا لما بعمل شيز كيك. في بديل ليه؟ يعني احيانا ما بلاقيهوش في السوبر ماركت، بحب اعمل شيز كيك مثلا. لا محتاجاه، لان هو ده لازم اساسي. ملوش يعني ما ينفعش احط مثلا جيلي باودر. لا لا، لو انت هتعملي الجيلي باودر مش هيبقى الجيلاتين، يعني هيبقى دوت حاجه وده حاجه، ده مختلفين عن بعض تماما. لكن اللي انا عايز اقوله انك انت لما تيجي تعملي حاجه انت بتحطي عازل من تحت وبتحطي عازل من فوق. ما لقيتيش جيلاتينه، هاتي مربى مشمش. تمام، هي فيها جيلاتينه فيها كل حاجه، او هي ماسكه نفسها تالي. بس لونها الشربات هيبقى احلى لان هتبقى شفافه. لا بس الشربات مع جيلاتين برضو لازم، او مربى مع شويه مشمش مع شويه ميه، ميه تخف شويه بس. لكن كنت سالتكم سؤال، انا كنت دلوقتي لو انتم بتطبخوا في البيت بتطبخوا لنفسكم، بتطبخوا يعني او دي المشكله حاجة. لان لو الاوردر اتكرر يعني مثلا اكتر حاجه بتطلب مثلا المحاشي ف نوي ان انا كل يوم هاكل طول الاسبوع محاشي. طيب بيعملوا بقى ايه بقى هم سايبين؟ يعني هم دلوقتي اكيد بيساعدوكوا في المطبخ طالما الولاد والازواج موجودين في الموضوع، هل هم بيساعدوكوا فعلا؟ الحمد لله. يعني لو تشكروا حد متهيألي طبعا اشكره. طب نخليهم يشكروا وتفضلوا هنا كمان، اتفضلوا معانا وقولي لنا طيب مين اللي بيساعدك في توصيل الطلبات؟ هو جوزي فعلا يعني بجد. اتفضل. ومين اللي بيساعد حضرتك؟ هو برضه هو اللي بيساعدك. والتسويق يعني كمان التسويق. طب اخر سؤال لكم، انتوا بتعملوا على تسويقكم ازاي؟ اتفضل. من خلال الفيس. بتعملوا تسويقكم ازاي؟ هي عندها صفحه، هي عامله صفحه على الفيس باسم مطبخ اصول. الصفحه ماسك الدعايه برضه. بعملها اعلانات في الجروبات كتيره يعني، وبشير على قد ما اقدر الاكلات الجديده والحاجات الجديده. الصفحه بسم الله ما شاء الله بمجهودي بقت 21,000 دلوقتي. طيب ما شاء الله. والناس بتتابع يعني وبيطلبوا عنها. بيطلبوا، وطبعا بالزباين اللي بياخد مره ممكن بيكلم يعني حد يسال. فالموضوع ما عندكش مانع ان دوت حاجه بقت في البيت بقت حاجه كويسه؟ لا لا خالص، ما فيش مشكله، واقف معاها بوصلها. طيب الحمد لله. طيب وهي
هنا برضو نفس الشيء. اسامه برضو نفس ماسك التسويق نفس الموضوع. يعني انا بحكم خبرتي شويه في الماركتنج يعني متعمق فيها شويه، فبساعدها في الماركتنج كتير جدا، بديها افكار عن الديزاين اللي ممكن نقدر نعدل فيه. عندنا بلان دلوقتي ان احنا نعمل فروزن سنتر كمان اللوجوهات. بحكم يعني كمان الحمد لله يعني ان شاء الله. وهم الاثنين خريج تجاره مظبوط، فهم اللي ماسكين الحسابات ولا مين ماسك الحسابات؟ هي ماسكه نفسها. انا بشكركم جدا جدا، بتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله دي حلقه بدايه لازاي نعمل اكل دليفري من البيت. طبعا ما قدرتش اطبخ حاجات كتيره، حبيت استفاد من الخبره، وعشان برضو اعرف الناس اهم حاجه الصحه الغذائيه وسلامه الاكل. يعني قالوا درجات الحراره كانت مهمه جدا، هنتطرق للموضوع اكتر. وفي الاخر بشكركم، اتمنى لكم التوفيق، ونشوفكم على خير لكم. الف تحيه والف سلام. Thank you.